إذا أول مرة تشوفني، أنا شيف نائل، دارس طهي في ستينشار بالنرويج، تخصص في تغذية الرياضيين وتركيب الوصفات. إذا أول مرة تشوف القناة، اعمل اشتراك، وإذا عجبك الفيديو اعمل لايك. شكرا كثير، يلا. ممكن قرفه، ممكن برتقال، ممكن بطيخ، ممكن عصير فراولة، ولكن هو أفضل شيء لهيك خلطة عصير البطيخ. ولكن أنا نزلت على السوق وما لقيت بطيخ. أنا ضفت قليل من الصبغة، هذا اختياري. نشا سكر ملح تحريك جيد، لازم نحرك باستمرار. تقليب باستمرار، لازم انتو تجربوا. صبغة الطعام طبعا هذا اختياري، لازم تجربوا. تحريك باستمرار، زبدة، آخر شيء نحط الزبدة، نضعها آخر شيء الزبدة. تحريك باستمرار والسكب والقالب، نتركها شي ساعة حتى تبرد. هذه هي بعد ساعة. المرحلة الثانية أو الطبقة الثانية، مية، نشا، سكر، وشوية فانيلا. تقليب باستمرار. طبعا فيكم تبدلوا مثل ما حكينا، النكهة، زود السكر، قلل السكر، اختياري هذا. فيكم تعملوها نكهات مختلفة. تقليب باستمرار، باستمرار، دائما تقليب باستمرار. يعني الحرارة تكون متوسطة، نضيف الزبدة وبنحرك. نحرك كويس. آخر شي بنضيف الزبدة ونسكبها. وانتظروا حتى تبرد، يعني شي ساعة. المرحلة الثالثة، ماء نص لتر أو 500 جرام، ليمونة مقشرة مقطعة، نعناع، اختياري النعناع، يعني كمية اختياري الكمية. نضربها في الخلاط، بعدين نصفيها في الوعاء.
ولكن انا بنصحكم تعملوها بالبطيخ. اذا في بطيخ تعملوها في عصير البطيخ روعة. حط على حرارة متوسطة، ضيف 100 جرام نشا، سكر 70 جرام، تحريك استمرار. حلوة كتير الأولاد الأطفال بفرحوا عليها، وكتير حلوة ومميزة للمناسبات، أعياد الميلاد، الحفلات، هي مميزة. آخر شيء بنضيف الزبدة، نقلب دوب، بعدين نسكبها. ننتظره حتى تبرد. انا بنصحكم دائما تعملوا النكهات اللي انتو بتحبوها. ممكن بدل النعنع تحط اي نكهة انت عاوزها، ممكن بدون نعنع، ممكن تحط فانيلا، ممكن تحط ليمون، ممكن تحط اي شيء. بدل البرتقال ممكن انت تحط عصير بطيخ، ممكن تحط عصير فراولة. انت بتتحكم الامور هذه. احنا مجرد بندي افكار، مش ضروري تعمل نفس القالب هذا، مش ضروري تعمل نفس التكنيك هذا. انت احنا بس مجرد احنا بندي الوصفه وبندي افكار، لكن انت عليك الابداع. هذا هو شكلها. هذه صغيرة عملتها، هذه وهذا القالب. مثل ما حكينا فيكم تعملوه في أي قالب، مش شرط يكون نفس القالب هذا. دائما للأطفال حتى الكبار بحبوا الألوان، دائما الألوان في الأكل كتير مهم، بشجع الأطفال على الأكل وبشجع على. ولكن مثل ما حكينا العين هي تسبق التم في الأكل، فمهم العين دائما تشوف ألوان حلوة. التزيين طبعا اختيار التزيين، أنا هيك يعني على السريع لقيت عندي قرنفل، عودان قرنفل. زينتها في قرنفل، ممكن تزينوها في أي شيء تحبوه. شكرا كتير لكم، واتمنى تعملوا اشتراك بالقناة، تعملوا لايك، انتظروا كل جديد. السلام عليكم.